تطبيقات سريرية وتقنيات مبتكرة، كان هو شعار المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي في دورته السابعة. المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وجامعة الملك فيصل والوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية السعودية تقنية الأشعة الطبية. التعاون بدأ بين المختصين في مجال الإشعاع، من مجال إنتاج إلى مجال مراقبة إلى مجال استخدام في الجهات الصحية. الآن عندنا وكالة الطاقة الذرية الدولية، عندنا منظمة الصحة العالمية مشاركين خارجيا، كما أن لدينا من الداخل جميع الجهات التي لها علاقة بالطاقة الذرية. المؤتمر يتزامن هذا العام مع افتتاح عدد من البرامج والمبادرات، والتي كان من أهمها أجهزة محاكاة وتخطيط وترتيب العلاج الإشعاعي، وتتضمن جهاز المحاكاة بالرنين المغناطيسي وجهاز المحاكاة بتقنية البوزيرتون. ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي أول مركز يوفر هذه التقنيات في المنطقة. هناك أكثر من 400 طالب في كليات الطب وكليات الصيدلة يتدربون في المستشفى. هناك أكثر من 23 برنامج ماجستير مشترك بين مستشفى الملك فيصل التخصصي وجامعة الفيصل. هناك تعاون على مستوى كبير في دورات تعليمية، دورات تدريبية وإقامة المؤتمرات. هذا يأتي أحد الأدلة على هذا التعاون. المؤتمر في نسخته السابعة والأولى افتراضياً كان هو الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الطب الإشعاعي، ومن حيث تعدد أوجه الاهتمامات والمحاور وحلقات التعليم الطبي المستمر وورش العمل والندوات في مجال استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي وطرق الحماية منها.